السلام عليكم ورحمة الله. في الفيديو هذا غادي نتعرفوا على الطريقة ديال الانستالاسيون ديال برنامج يو اس بي ديسك سيكوريتي في الفيرسيون ديالو الأخيرة. هو برنامج خاص بالحماية، حماية الجهاز من الفيروسات اللي كتقدر تكون في اليو اس بي او لا في الديسك ديال اكسترن. يعني هو خفيف على الجهاز ايضا بالنسبة للناس اللي عندهم حواسيب قديمة جدا، يعني ملائم للحواسيب القديمة ولا الحديثة، خلاف لزونتي فيروس او لا لزونتي مالوار والأمور الأخرى. غادي نمشيو عند جوجل كروم أو لأي نافيغاتور، كنديرو فيه زد بي سيرفر دوت كوم. هو هذا الموقع، هو هذا الموقع، غادي ندخلو له، غادي نتيليشارجو، نديرو تيليشارجمون أو لا داونلود أو لا تحميل أو لا، المهم اللي لقينا. غادي نديرو أوكي. أوكي وي نبدا ندير تحت، ندير اوكي نستنى سي لا لونغ، شو هذا احنا اللي بغينا لونغ فرنسي. هنايا ديريكسيون ديال الانستالاسيون مسار التثبيت، ندير سويفو وي. انا بالنسبه ليا فايت مع انستالي. هنا عندنا ديفيني لينك زد بي اللي هو ديال الموقع كوم باج دو ديماراج فوتر نافيغاتور، يعني جعل هاد الويب هاد الموقع هذا وكأنه هو الباج دو ديماراج، شاشة الابتداء ديال او الانطلاق ديال النافيغاسيون. هنا نديكوشيوها احسن، دير سويفون سويفون. انا بالنسبة لنا كريا راكورسي بيرو، كريا راكورسي في لونسمون رابيد، غادي ندير سويفون سويفون. دابا يبدا يتانستال البروغرام، اكزيكوتي اكزيكوتي. هنا نخليو غير الاولى بروغرام اكزيكوتا، وهذا شكل البرنامج بعد التثبيت. كانستالي معاه هادي وهادي، هادي فيها بعض المواقع اللي مشيه. نمشيو حنا للبرنامج، وهذا البرنامج يمكنك تغير اللغة ديالو دائما من خلال الإعدادات ودير اللغة اللي بغيتي. بالنسبة لي نديرو فرنسية، اوكي موافق. فما غاديش تخدم اللغة حتى اننا نديرو خروج، نوليو نفتحو البرنامج من جديد وجديد. هو فتحنا البرنامج بواجهة فرنسية، غادي نمشيو مثلا نديرو نافيغاسيون ويب سيكوريزي كامل كوليا. كاتنا واحد المجموعة ديال المواقع اللي محمية ومؤمنة، يوتيوب جيميل ياهو ميل اوتلوك، يعني كاينين بزاف اللي بغيناه كيمكن نفتحو بشكل عادي يعني جيد. غادي نمشيو حنا نشوفو لا ميتراجور كيعطيك لا فيرسيون دي، كاين الان 6.6 اخر فيرسيون. بالنسبه لينا غادي ندير بوكل يو اس بي، يمكننا نسيبريميو لي فيروس، كيمكننا من خلالها نسيبريميو لي فيروس اللي غادي نقدروا نلقاو. سكان يو اس بي كيمكن لك انك تسيبريمي سكان يو اس بي، انا غادي نكونيكتي واحد يو اس بي. هي فتحات مباشرة، كيدير الفحص ديالو ما لقى والو. حنايا هو اليو اس بي، نفترضو اننا غادي ندير سكان. هو قالك اوكين موناس ديتكتي،
كان عندنا ثالث اختيار او رابع اختيار في السنه ديالنا. سيت فابل هذه بنفس الطريقه اللي لقيناها في ستاتيو بروتيكسيون، نلقاوها في الاخر في اختيار رقم 4 فنافيغاسيون ويب سيكوريزي. ايضا وهنا دائما عندنا اليو ار ال جوجل بعض لي موتور دو ريشيرش. بالنسبه لنا كان عندنا ايضا بروتيكسيون خلال كيمكننا نكونتروليو لي بور يو اس بي لي كلي يو اس بي، يعني نفيرميو لي بور يعني ما يمكنش تكونيكتا فيه شي يو اس بي اخرى. كيمكن ندير هذه المساله هذه. كنا هنا عندنا كنترول لاكسي يو اس بي وعندنا كنترول ديليكتور يو اس بي، هذه كتكونترولي من خلالها ليكتور يو اس بي وتفيرويي لي بور يعني المنافذ ديال توصيل يو اس بي يمكن لك تحكم فيهم. كان عندنا الاختيار الموالي اوتي دو سيستيم سي سيستيم. اوكي غادي نديرو نتواي دو ديسك، هنا هذا كي نتواينا لو ديسك دور كومونسي. من هنا حنا درنا النتواياج ديال الديسك. كاين سيستيم ريباراسيون اصلاح النظام، كيمكن نديرو ديماري اذا كان عندنا بعض المشاكل. كيمكن نديرو ليست دو ديماراج اوتوماتيك، هنا كيعطينا لي بروغرام لي كيديماري مع الويندوز. بحال دابا عندنا يو اس بي ديسك سيكوريتي سكرينر، انا بغيت نوقف شي بروغرام فيكفي انني نوقف عليه وندير ديزاكتيفي. اوكي صافي فهو ديزاكتيفا. فيرميو من بعد كاين عندنا واحد ملف ومسوده خاصه بهذا الشيء هذا ديال التهديدات الامنيه اللي كتقدر تقيسك في الجهاز ديالك اولا من خلال انتقل من خلال ليك اليو اس بي. بهذه الطريقه هذه غادي يمكننا ندوزو ايضا بارامتر بارامتر فيها لي مودو باس، يمكن لك تشانجي لي مودو باس ولا لونغ ايضا اللغه. مفتاح سري او الكود السري يمكن لك تشانجي، وايضا اللغه ديال البرنامج وما كتشانجا اللغه ما كتحول حتى كنديرو كيتير البرنامج ونوليو نفتحوه مره اخرى. كاين هنا عندنا اخر ايقونه هي الايقونه ديال ايد يعني معلومات او مساعده، فيها كيفاش دير تستعمل البروغرام بحال داك الكتيبات اللي كيعطيونا مع لي ماتيريال الكترونيك. بهذه الطريقه غادي نكونوا انتهينا من الشرح ديال البرنامج، والسلام عليكم ورحمه الله.